طول عمرنا ودي الايام والضلمه برضو هرسم فيها احلام. السلام عليكم، مساء الخير يا دكاتره. ان شاء الله النهارده عندنا كارفنج اللور سنترال انسايزر، وباذن الله في الفيديو اللي جاي هيكون عباره عن دقيقتين ثلاثه هنعمل فيه اللور لاترال انسايزر، هنجيب اللور سنترال وهنعمل فيه تعديلين وهيساوي على طول اللور لاترال. فخلينا الاول في الفيديو ده، عندنا دلوقتي اللور سنترال انسايزر طول الكراون 9 ملم وطول الروت 12.5. فهنبدا بالكراون، بيقول لك ان الليبي لينجوال عند السيرفيكال لاين بيكون 5.3، فنعتبرها 5 هيبقى 2.5 ناحيه الليبيال و2.5 ناحيه اللينجوال. تمام، بيقول لك ان الليبي لينجوال عند كريستوف كيرفيتشر 6 هيبقى 3.3. تمام، كريستوف كيرفيتشر في الليبيا الموجود فين؟ عند الجنكشن بتوين السيرفايكال والميدل سيرد، هيبقى هنا 3. تمام، وكريستوف كيرفيتشر عند اللينجوال موجود فين؟ عند الميدل اوف السيرفايكال سيرد، موجود هنا بالظبط، هيكون 3. تعالوا بقى نشتغل عادي، ده ناحيه الليبيا وده ناحيه اللينجوال، ده يمثل السنجلم وده يمثل السيرفايكال ريدج. تمام، هعمل النقطه هنا ولا هعمل النقطة ناحية اللينجوال؟ هعملها ناحية اللينجوال زي ما انتم شايفين هنا. طب ليه؟ ليه هعملها هنا؟ بسبب حاجة اسمها اللينجوال انكلينيشن. طبعا كلكم عارفين ان في اللور سنترال واللور لاترال بيكون في حاجة اسمها لينجوال انكلينيشن. تمام يا دكاترة؟ ان الانسايزر ريدج هلاقيه موجود لينجوال تو ذا لاين بيسكتنج ذا توث. خدوا بالكم النقطة دي عشان مهمة. تمام، دلوقتي هعمل ايه؟ هوصل من عند نقطة الجنكشن هنا لحد النقطة اللي عملناها. تمام، وهنا في اللينجوال هعمل الفص عادي، وبعد كده اعمل الايه؟ الكونفكس اللي هنا اللي عند الانسايزر ريدج. ده بالنسبة للكراوين. تعالوا نجيب الروت. الروت بيكون ستريت عادي خالص، بيمشي ستريت، بيمشي ستريت، وبعد كده هيقوم عامل تيبرنج. نفس الفكرة بالظبط هنا عند اللينجوال، اقوم واخد ستريت وبعد كده اقوم عامل تبرنج. تمام يا دكاترة؟ عايزين نعمل السيرفيكال لاين. السيرفيكال لاين هيكون عامل كده بالشكل ده. هو ده يا دكاترة ان شاء الله اللي هنعمله دلوقتي على البلوك. يلا بقى يا دكاترة هنرسم الرسمة هنا على البلوك. أول حاجة هنعمل الكراون. الكراون بيكون 9 ملم. تمام، أنا عامل 9 هنا أهو. ده الكراون 9 وده الروت بيكون 12.5. هنقسم الكراون 3 تلتات. 3 و 3 و 3. وبعد كده هنجيب الليبي لينجوال عند السيرفيكال لاين بيكون 2.5 و 2.5. بعد كده هنجيب الليبي لينجوال عند كريستوف كيرفيتشر، بالنسبة لليبيا بيكون 3. وعند اللينجوال بيكون موجود فين؟ في الميدل اوف السيرفيكال سيرد، هناخد برضه 3. وبعد كده هناخد النقطة اللي ايه؟ اللي ناحية اللينجوال واللي هيكون بسببها موجود اللينجوال انكلينيشن. تمام يا دكاترة؟ بالشكل ده. وبعد كده هنوصل عادي، ده من ناحيه الليبيا اهو، وبعد كده هنوصل السنه بالشكل ده، الخط اللي احنا عاملينه. تمام، عامل لينجوال انكلينيشن. وبعد كده هنجيب السنجلم اهو، ده السنجلم، وبعد كده هنعمل الشكل بتاع الفصه، وبعد كده نعمل الكونفكس الاخير واللي بيمثل مين؟ بيمثل انسايزل ريدج. تمام يا دكاترة، ده شكل الكراون. تعالوا بقى نجيب الروت. الروت عادي خالص بيكون ماشي ستريت، وبعد كده يعمل تيبرنج، بيكون ماشي ستريت وبعد كده يعمل تيبرنج. احنا عاملين هنا لينجوال انكلينيشن والنقطة موجودة هنا قبل اللاين بيسكتنج ذا توث، فأقوم موصلة من هنا. النقطة دي مهمة خد بالكم منها، بقوم موصل من عند النقطة اللي احنا عاملينها، موصل على الانسايزل هنا. ليه بعمل كده؟ عشان يطلع معايا الانسايزل بيكون رفيع، ما يطلعش معايا تخين، واخدين بالكم النقطة دي؟ وبرده عشان ما اضيعش النقطة اللي انا عاملها. فتعالوا دلوقتي يلا عشان نسيح.
يلا دكاترة عشان نسيح، ركزوا بقى معايا واحدة واحدة. كالعادة برضو أول حاجة بعملها باخد النوتش اللي ما بين الكراون والروت، واحد من عند الليبيال وواحد من عند اللينجوال. فانا دلوقتي هسيح الروت لوحده، وبعد كده هسيح الكراون لوحده. وقلتها كتير قبل كده، وانت بتسيح خلي النايف بتاعتك عمودية. تعمل يا خطرة. تعالوا بقى نجيب من ناحية اللينجوال تبرينج عشان تظبط معايا. تعالوا بقى نخش على الكراون. طبعا كالعادة هنبدأ بالليبيال الأول، ولما اجي اسيح الليبيال باخده على تو بلينز، واحد بيبقى عامل بالشكل ده تمام، وبعد كده التاني اقوم واخده كده. وانا بعمل البلين التاني هبص على الخط اللي انا عامله فوق، واخدين بالكم؟ تعالوا بقى نسيح اللينجوال. زي ما اتفقنا قبل كده بنحاول نقرب المسافه شويه، بعمل بلين موازي للفص زي الشكل ده. قربت المسافه شويه في الموضوع بالنسبه لي يكون اسهل لما اجي اسيح. هبدا بالفص زي ما اتعودنا، وبعد ما اعمل الفص اقوم رايح على الانسايزر بالشكل ده، واقوم رايح على السنجلم بالشكل ده. يلا دكاترة هنرسم رسمة الليبيال. هنلاقي هنا الميزيال وهنا الديستال، وده الكراون هنا الروت. طول الكراون بيكون 9، طول الروت زي ما احنا اتفقنا بيكون 12.5. بقولك الميزيو ديستال عند السيرفيكال لاين بيكون 3.5، فهنعتبره 4، هيبقى 2 و2. فهنا مثلا 2 وهنا 2 تمام. بالنسبة للميزو ديستال عند الكونتاكت اريا، احنا كنا اتفقنا قبل كده في الشرح بتاع اللور سنترال انسايزر ان السن ديت بيكون فيها الميزيا كونتاكت اريا والديستال كونتاكت اريا عند نفس المكان ات ذا سيم هايت تمام. فهم كانوا فين بالظبط؟ قريبين جدا للانسايزر ايدج. فهنا لما اجي اعمل الكارفنج بخلي الاتنين ونص هنا عند الانسايزر ايدج. خد بالكم من النقطة دي، بقوم عامل الاتنين ونص هنا. ولو تفتكروا ان السن ديت بيكون فيها ظاهرة الفان شيب، صح يا دكاترة؟ فان شيب ابيرنس موجودة فين؟ على طول في اللور سنترال انسايزر. ده اللي هعمله على البلوك يا دكاترة. ده المنظر هيتعمل على البلوك. ده الانسايزر ايدج، وهنا هتلاقي السيرفيكال لاين موجود اهو. تمام؟ وبعد كده الروت هكمل عادي. ستريت ستريت ستريت، وبعد كده اعمل تبرينج. ستريت ستريت ستريت. وبعد كده اعمل تبرنج. تمام يا دكاترة، هي دي الرسمة الوقت اللي هنرسمها على البلوك. فتعالوا يلا. بيقول لك ان ميزو ديستال عند السيرفيكال لاين بيكون 4، فهيكون 2 و2. الميزو ديستال عند كونتاكت اريا بيكون 5، هيبقى 2.5 و2.5. واتفقنا هنعملها فين؟ قلنا هنعملها عند الانسايزر ايدج هنا بالظبط. تمام، وبعد كده هوصل عادي. واخدين بالكم يا دكاترة؟ ده الشكل اللي هيطلع لي. طبعا هيتظبط لما اسيح. وبعد كده هقوم واخد الروت.
بس كده. تعالوا يلا بقى نسيح. والصراحة الوكس مش عاجبني خالص، يعني انا شايف الوكس مش كويس خالص، وفي زي ما انتوا شايفين فقاقيع اهو. احيانا الوكس بيخدم جامد كمان لما يكون الوكس اللي معاك حلو، بيكون غامق كده وما فيهوش اي ديفكتس خالص، بيكون جميل وبيخدمك كتير في الشغل. بس ما دام ده اللي موجود فامرنا لله، ونحاول ايه نظبط الاداء كده. وبعد كده بقى سيح بالنايف عادي زي ما اتفقنا بكده، هنسيح الروت لوحده وبعد كده نسيح الكراون. وبعد كده نسيح الكراون. طول عمر اصلا تسيح الابيض بيكون اسهل بكتير من تسيح المزيال. اه ده كتر، ده شكل الميزة اللي طالع معايا، ده الليبيال وده اللينجوال، وهنا بقى الليبيال قدامنا اهو. خلاص بعد ما اشتغلت كل الشغل ده، المطلوب دلوقتي مني اعمل ايه؟ اول حاجة المفروض اعملها هي لينجوال كونفرجنس. وبعد ما اعمل لينجوال كونفرجنس اقوم شايل كل اللاين انجلز، وبعد ما اشيل اللاين انجلز اقوم عامل السيرفايكال لاين، وبعد كده اقوم مظبط الفصة، وبعد الفصة بقوم عامل ايه؟ الاثنين ديفلوبمنتال جروفز اللي موجودين على الرود. تمام يا دكاتره، هنبدا الاول باللينجوال كونفرجنس. هنعمل هنا لاين وهنا لاين، تمام، وبعد كده هنسيح على هذا خالص بالنايف. وبعد كده سيح من هنا من عند الديستال. تمام كده كويس اوي. تعالوا بقى نشيل اللاين انجلز، كل الكلام ده يتشال. يعتبر اصلا شكل السنه بيبقى احسن بعد ما تعمل لاين انجلز، قبل اللاين انجلز بيكون شكلها مش كويس. بعد اللاين انجلز بقى تقدر تحدد السن دي كويسه ولا لا. فتعالوا يلا عشان نشيل اللاين انجلز. وزي ما انتم متعودين بعمل ايه في اللاين انجلز؟ بثبت النايف واقعد احرك في السنه. وده شكل السنة يا دكاترة بعد ما شلنا كل اللاين انجلز.
وعملنا اللينجوال كونفرجنس، وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله السنه منقوطه يعني، فالله يكون في عوننا والله. فالمهم الوقت هنعمل السفاكة اللاين، تمام؟ هنقيس السن اول حاجة وهنشوف طولها، وبعد ما نشوف طول السنة هنقدر نحدد لو في اي زيادة هنقوم موزعينها كراون وعروت. المفروض طول السن يكون كام؟ 12.5 × 9، فالمفروض طول السن يكون 21.5 بالظبط. طول السن 21.5، الله عليه. فالوقت ايه؟ هقوم واخد طول الكراون 9 وطول الروت 12.5 عادي خالص، بقوم عامل لاين خفيف خالص عشان ابدا اعمل السفاكة اللاين زي ما احنا متعودين. طب قولوا لي كده فين الميزيال وفين الديستال؟ مفيش فرق خالص، الميزيال هنا الديستال هنا، الميزيال هنا الديستال هنا، مفيش فرق خالص. فانا هقدر احددها بمزاجي. فالمهم مثلا هاخد الميزيال، السفاكة اللاين عند الميزيال بيكون 3، هقوم اقيس هنا 3. شوف انا بعمل بالشراب، بقوم رايح وارجع فاضي، اروح وارجع فاضي، نفس الفكره هنا بالظبط، بروح وارجع فاضي، بروح وارجع فاضي. وزي ما انتم شايفين هو ده شكل السنه بعد ما عملنا اللينجوال كونفرجنس، وبعد ما شلنا اللاين انجلز، وبعد ما عملنا السيفيكال لاين. ولو لاحظتوا هنا مش مهم قوي النيك كونستريكشن، ليه؟ عشان السيفيكال ريدج اصلا هنا كويس، هو اصلا مش كبير، هو مش بلق، لا هو كده كويس جدا. وحتى هنا السنجر هتلاقوا هنا كويسه، تمام. الوقت اللي استنى ايه؟ هنظبط الفصه وبعد كده هنعمل الجروفز او الديبريشنز اللي موجوده على الروت، ويبقى كده السن خلاص. بالنسبه للفصه هي مش مهمه قوي هنا في اللور سنترال، يعني في دكاتره ممكن ما يعملوهاش وفي دكاتره بيعملوها، بس احنا برضو هنعملها كده عشان ايه؟ نضمن نفسنا. فهنا الفصه مثلا هنقوم عاملينها بالشكل ده كأنها مثلا upper lateral. كده كويس بالنسبة للفصة، زي ما قلت لكم مش مهم قوي نعملها، يعني في دكاترة اصلا ممكن ما يعملوهاش خالص، بس احنا برضو عملناها عشان الاحتياط. تعالوا بقى نعمل الديبريشن على الديستال، بيكون ديب مقارنة بالميزيال. خلاص كده يا دكاترة، ده كل حاجة بالنسبة للور سنتر انسايزر زي ما انتم شايفين كده. وبرضو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني الوقص اللهم لا حسد يعني عليه. فان شاء الله 5 دقايق من الوقت هتلاقوا الفيديو بتاع اللور لاترال انسايزر نزل، هو بالظبط ان شاء الله هيكون 2 أو 3 دقايق بالظبط. فهو هيكون عباره عن اللور سنترال انسايزر اللي انتم شايفينه قدامكم، بس عملت فيه تعديلين، هتشوفوا التعديلين ده في فيديو جاي. فيلا مع السلامه. Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.